عندنا رؤية نافذة دلوقتي ورؤية حقيقية لأنه موضوع التعليم الفني ده والمستوى اللي احنا كنا ماشيين بيه في الفترة السابقة لازم يتغير كليا. 90% من المناهج بتاعت التعليم الفني اللي هي بعد الإعدادية، يعني الطالب النهاردة أو الطالبة بتخلص الإعدادية تخش تلتحق بالتعليم الفني في هذا الإطار. مدارس كتير، عندنا حوالي 55 مدرسة لحد تقريبا اسبوعين ثلاثة كانوا 55 مدرسة. 55 مدرسة دول كانوا على مستوى الجمهورية. رحنا تجولنا في بعض المدارس دي وجبنا لحضراتكم اسلوب ادارتها واسلوب العمل فيها والاخر وكده. فوجئنا من كام يوم انه مؤسسة او مبادرة ابدأ، وهي واحدة من المبادرات اللي قايم عليها شباب، اللي قايم عليها عقول، اللي قايم عليها ناس بتفكر، اللي في نفس الوقت هي مبادرة رئاسية، يعني ابدأ مشتقة من حياة كريم، فبالتالي بتعمل في هذا الإطار حياة كريمة خاصة بالتعليم، حياة كريمة خاصة بتطوير الصناعة، حياة كريمة خاصة بالتنافسية، حياة كريمة خاصة بالتعاون مع رجال الأعمال المتعثرين والمصانع المتعثرة والآخر. فموضوع التعليم الحقيقة ما خرجش بره مبادرة إبدأ، دخلت على الخط على طول. وفي مدارس تكنولوجية تطبيقية أو مدارس تقنية، مدارس خاصة بتدوير، حلوة قوي تدوير دي، تدوير فكر الطالب. يعني بمعنى ايه؟ الطالب اللي كان نفسه ان هو يبقى متخصص في حاجة معينة لما يخش الجامعة، الطالب اللي كان نفسه بيطلع مهندس عربيات او مهندس اطارات او مهندس طيارات او مهندس تقني او مهندس حاسوب او الاخر او كده، لا احنا وفرنا له ده. حتى المزيكا في مدارس دلوقتي خاصة بالمزيكا، حتى الذهب في مدارس خاصة بالذهب، حتى المكير والشعر، حتى الصناعات الغذائية، حتى الأخشاب، حتى الأثاث، حتى مواد البناء في هذا الإطار. فخليني هاخد برضو الأمر برمته كده، عشان أنا قلت لحضراتكم المقدمة في الإطار، لكن ممكن المهندس نادر أحمد نادر وهو مدير إدارة التدريب بالمبادرة الوطنية ابدأ يقول لحضراتكم ايه اللي تتيح له دلوقتي ابدأ في هذا الاطار. احنا عارفين ان في 5 مدارس بالتعاون مع وزارة التعليم وبالتعاون مع وزارة العمل وبالتعاون مع اتحاد الصناعات في هذا الاطار. برحب بيك يا باشمهندس، ازاي حضرتك يا فندم؟ اهلا بيك يا فندم، اهلا بحضرتك واهلا بالجمهور. ربنا يخليك يا فندم. انا اولا انا بشكركم جدا، انتوا مجموعة شباب، انا ما شفتش حد منكم عجوز، يعني انتوا ما شاء الله كلكم كده شباب وبتلفوا وبتروحوا كل مكان وبتطوروا الاداء من اي مكان انتوا بتخشوه، تتعاونوا مع المصانع المتعثره، المشاكل اللي معرك بعض رجال الاعمال، لكن التوجه الجديد ان انتوا تخشوا في هذا الاطار، فده حاجه الحقيقه انتوا محتاجين عماله مدربه، محتاجين الناس تكون فاهمه الشغل اللي هتقوم بيه. انت بتهيئ العمل وسوق العمل لطالب طالع شايف ان الدنيا لا ده ما فيش شغل، لا فانت بتقول له لا تعالى ده في شغل في هذا الاطار. فانا بشكركم جدا على المجهود اللي انتم بتقوموا بيه. لا ده واجبنا يا فندم، ده واجبنا طبعا. اتفضل يا باشمهندس. على المدارس الجديده بقى اللي انتم دخلتوا فيه مع وزارتي التعليم والعمل واتحاد الصناعات في هذا الاطار. طيب احنا يا فندم من البدايه بوضح لحضرتك ان طبعا تعليمات السيد الرئيس لنا في المبادره هي دعم وتطوير وتوطين الصناعه في مصر. تمام. والركيزه الاساسيه للصناعه هي الفنيين المحترفين. تمام. فاحنا اسسنا كيانات تعليم فني قادره على تاهيل فنيين محترفين مثقفين يقدروا يواكبوا سوق العمل المحلي والدولي. تمام. بنوفر تعليم يستوفي المعايير الدولية وبنساهم في تحسين الصورة الذهنية للتعليم الفني. تمام. طبعا بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والمؤسسات المصرية المعترف بها دوليا في مجال التعليم الفني. تمام. أطلقنا نموذج مدارس إبدأ الوطنية للعلوم التقنية في التخصصات ذات الأولوية للدولة. النموذج طبعا بيستهدف عدد من المدارس. بدأنا بتنفيذ مدرسة إبدأ الوطنية للعلوم التقنية في بدر في تخصص الذكاء الاصطناعي. بدر في بدر الذكاء الاصطناعي.
مظبوط. تمام. الطالب طبعا الذكاء الاصطناعي ده مسار طويل علشان نوصل له، فالطالب طبعا بيدرس فيها الاحصاء وتحليل البيانات والبرمجه وانترنت الاشياء، ويمشي المسار كله لحد ما يوصل دي هتفتح السنه دي يا استاذ نادر يا باشمهندس؟ طبعا يا فندم، طبعا السنه دي الشهر الجاي ان شاء الله على طول. طب كويس. ومدرسه ابدا الوطنيه للعلوم التقنيه في دمياط، تمام، تخصصات اللوجستيات واصلاح وصيانه السفن. حلو. طبعا بيتم تحسين المدرسه وتطويرها من حيث البنيه التحتيه والمناهج وتدريب المدرسين والمدربين، انشاء مراكز للتسويق والتوظيف واجراء دراسات لتحديد احتياجات سوق العمل. تمام. والمراكز دي من اهم شغلها متابعه الخريجين. حلو. لان متابعه الخريجين دي اللي بتخلينا نحسن يعني من الاجيال اللي هتطلع بعد. حلو قوي. يعني بعد الطالب ما بيتخرج من المدرسه دي انت حضرتك بتتولاه في 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 كيفيه اتاحه سوق العمل للمجال اللي هو ممكن يشتغل فيه لو حابب طبعا. وانت كمان بتستقطبه وبتديله عوامل جذب. تعالى ايها الطالب النجيب تعالى نقول لك بالظبط ايه اللي موجود عندنا. يعني انت ما بتسيبهوش؟ لا لا لا، بالعكس يا فندم، احنا ورا الطالب، وعملنا كمان منظومه الكترونيه للتحكم في منظومه. حلو. المدارس كلها. حلو. حلو. المنظومه الالكترونيه دي هتبقى سهله الاستخدام للطالب وللاداريين والمدرسين واولياء الامور، يقدروا يتابعوا التقدم فيها على مدار السنه او على مدار او على المراحل المتقدمه او على مراحل العمل. هيبقى الطالب له زي ملف موجود، وهو كل خطوه بيمشيها بيملى الخطوات بتاعته في الملف ده. تمام. عجبني ان حضرتك قلت ان الذكاء الاصطناعي في بدر، وانه العلوم التقنيه وبناء السفن في دمياط. يعني انت بتحط انت بتجيب او بتنشئ المدرسه او بتهيئ المدرسه في المكان اللي مشهور بصناعه معينه، يعني دمياط صناعه سفن، فانت بتعمل هذا الاطار. الذكاء الاصطناعي طبعا مش في بدر بالذات، لكن انت برضو على فكره هتخلق مناخ مختلف في مدينه بدر بالمدرسه اللي حضرتك هتعملها هناك. ده حقيقي فعلا، وده توجه القياده السياسيه ان احنا نبتدي نتجه للعاصمه الاداريه ولمنتهى بدر. تمام. بالظبط كده. العاصمه الاداريه عند حضرتك في مدرسه بتاعت البنك الالي لتكنولوجيا الميكانيكا الكهربائيه، صح كده؟ تمام يا فندم. في مدرسه هناك في العاصمه الاداريه. طبعا يا فندم. طيب. طبعا المنظومه بتاعت التعليم الفني اللي هتتعمل جديد، المنظومه دي منظومه تعليم فني دوليه، المنظومه كلها معتمده دوليا، المناهج اللي الطلبه بتدرسها على احدث المعايير الدوليه. الطلبه طبعا بتدرس المناهج المطوره، بيتم توفير التدريب ليها. حلو. بيتوفر لهم منح اثناء الدراسه وبعد ما يتخرجوا. ممتاز. والطلبه المتفوقين هنوفر لهم الامتحان الدولي مجانا، بحيث ان هو يبقى معاه شهاده تعليم فني دوليه. حلو قوي. يخليه يحب يشتغل مكان ما هو عايز. حلو قوي، حلو قوي. انتوا المفروض في 5 مدارس السنه دي، مش كده؟ سبع مدارس يا فندم. سبع مدارس المفروض بالتعاون مع التعليم والعمل، مش كده؟ وزارتي التعليم والعمل واتحاد الصناعات. عندنا مدرسه البنك الاهلي لتكنولوجيا الصناعات الغذائيه، مدرسه البنك الاهلي لتكنولوجيا الصناعات الميكانيكيه، عندنا بنك مصر لتكنولوجيا الادويه، بنك مصر للاخشاب، بنك مصر مواد البناء، والاثنين اللي حضرتك تفضلت بيهم دلوقتي الذكاء الاصطناعي وبناء السفن، صح كده؟ مظبوط يا فندم. مظبوط. الخطه بتاعت ابدا، انا عارف ان انتوا ما بتفكروش يعني ايه لتحت الرجل، لا احنا بنفكر مستقبلا. انتوا المفروض 100 200 300، صح كده؟ عدد المدارس ولا عدد الطلبه؟ انتوا بتفكروا في الفتره الجايه هتعملوا قد ايه؟ سياده الرئيس كان طلب 1000 تقريبا. يعني هي الخطه ان التعليم الفني يتقلب على احدث المعايير العالميه. ايوه ايوه. ان الفني المحترف اللي طالع. أيوة. من مصر. أيوة. يبقى ماركه. أيوة. مسجله عالميه. ايوه. هو ده. انت قلت لي يا باشمهندس ان انت الطالب ممكن لو في دوله متقدمه في صناعه معينه والطالب مهيئ لده هتاخده وتوديه بره برضه يتعلم ويرجع. طبعا يا فندم. يا طبعا يا فندم، احنا مؤسسات الدوله كلها بتشتغل على المنح وعلى توفير فرص العمل. احنا في تكامل يعني مع كل مؤسسات الدوله المعنيه بالتعليم الفني، حتى المؤسسات الغير حكوميه بتاعت القطاع الخاص. أيوه. كلنا متكاتفين علشان ان شاء الله نوصل بمنظومه التعليم الفني لاحسن صوره ممكنه. حلو حلو. الطلاب طبعا المرحله الاعداديه خلصت، واول اخر بقى لها فتره التقديم شغال عندكم؟
ما هو انا بقى هبلغ حضرتك احنا ايوه فتحنا طبعا باب التقديم للطلبه من لحد 23 اغسطس تقريبا مظبوط يا فندم، مظبوط يا فندم، لحد 2 سبتمبر بالظبط يا فندم، صح بالظبط كده؟ يا فندم، ده بالظبط الفتره اللي هي احنا التقديم من 23، يعني من امبارح، من اول امبارح الخميس، صح كده؟ من اول امبارح الاربع لحد قدام حضرتك تقريبا اسبوع و10 ايام، مظبوط يا يعني انت فندم، بتديله مظبوط. 10 ايام تقريبا. هم لا هو هم بيخش اسبوعين يقدم، عمل بالظبط كده، هم اسبوعين المصاريف مكلفه يا باشمهندس. يا فندم. المدارس مجانية تماما، الله المدارس الله، مجانية تماما، اصل انا بقول احنا لحضرتك كنا عملنا جوله في المدارس قبل كده وتاكدنا فعلا بيدفعوا تقريبا 200 جنيه و300 جنيه حاجه كده، لا اللي هي تبع المدارس يا وزاره فندم، التعليم. لا المدارس يا فندم مجانية تماما. طبعا احنا فتحنا باب التقديم للطلبة بحد أدنى للمجموعة 210 درجة، 210. بس طبعا الطلبة لما تيجي تتقدم على حسب كل تخصص بيبقى في حد أدنى للدرجات من مواد معينة، يعني مثلا تخصص الذكاء الاصطناعي احنا بمادة الرياضيات مثلا ليها حد أدنى، صحيح، حتى لو هو كان حقك معدي ال 210 بس ما حقك. ينفعش يكون مثلا ما جايب انا مش درجة معقول قليلة في الذكاء رسمه. الاصطناعي هاخد ذكاء اصطناعي ودرجته يا دوب يعني فوق النص بشويه، مش معقوله مفهوم يا يعني. فندم، مفهوم يا فندم، هو مش معقوله ادبي وهدخله ذكاء اصطناعي. بس يعني بالظبط كده يا فندم، بالظبط كده. وكمان فتحنا باب التقديم على وظائف المدرسين، وهيبقى فيه طبعا اختبارات وتقييم تمام. انت للمتقدمين، عند وهتبقى حضرتك، الوظيفه متفتحه. المتوقع، انت استلمت 7 مدارس كده، مظبوط يا فندم. متوقع السنة الجاية يبقى عندك كام مدرسة اللي بعديها اللي بعديها، ولا خلاص؟ لا يعني لا احنا انتوا احنا سايبين، فندم، انا قصدي سايبين المسألة للسوق يعني. لا يا فندم بالعكس احنا مكملين، وعدد المدارس هيكبر، تمام والتمويلات اللي الدولة بتوفرها تمام لموضوع تطوير التعليم الفني بيزيد كل سنة عن اللي قبلها، تمام فالسنة الجاية عدد المدارس في زيادة أكيد 100%. في زيادة 100%. طيب، ما تاخدني بقى معاك في جولة كده يا باشمهندس. ومدارس ابدأ دي احنا عملنا جولة قبل كده في المدارس الخاصة بين رجال الأعمال وبين وزارة التربية والتعليم، أكيد الوضع عندك مختلف في المدارس المختلفة في هذا الإطار، وعارف إن أنتوا في بنية تحتية بتعملوها في مجموعة مدارس، مظبوط يا فندم، فشوف أنتوا هتخلصوا إمتى، وإحنا يعني رهن الإشارة، شوفوا يا عشان فندم نقول للطالب برضو شرفنا يا فندم، الدنيا ماشية شرفنا، إزاي. وعلشان الموضوع يبقى واضح طبعا لكل الناس ولكل جدا الطلبة جدا المهتمين، جدا احنا يهمنا جدا ان الصورة تبقى واضحة بالنسبة لهم بمنتهى جدا الوضوح. جدا، وقت ما حضرتك تكون جاهز حضرتك بس كلمنا، وان شاء الله باذن الله يعني ايدنا على ايدكم كده نقدر ان احنا نوفر المعلومه الصحيحه للطالب، وفي نفس الوقت نقدر ان احنا نحض الاب والام او اولياء الامور ان هم يشجعوا اولادهم يخشوا في هذا الاطار، لانه تغيير البنيه التعليميه عند فكر الناس وفي عقول الناس بقى مطلوب جدا دلوقتي. مظبوط يعني يا فندم، ما بقاش زي الاول ننزل لازم تخش ثانويه عامه ولازم كليه طب ولازم كليه، لا احنا موفرين دلوقتي كل التخصصات. بشكرك يا باشمهندس المهندس نادر احمد نادر، مدير اداره التدريب بالمبادره الوطنيه ابدا. والراجل قال لنا معلومتين في منتهى الاهميه، المعلومه الاولى ان انت بعد ما تخلص الاعداديه حضرتك ممكن تقدم في المدارس دي من يوم 2 اغسطس، من 23 اغسطس يعني تقريبا من اول امبارح الاربع، هيستمر معاك لحد 2 سبتمبر. المدارس فاتحه، حضرتك روح قدم فيها، دي نمره واحد، هيتعمل لك اختبار بسيط كده في الاطار، هتشوف مجموع درجات بتاعتك في الماده اللي مرتبطه بالمجال اللي انت عايز تلتحق بيه، يعني زي ما قال لك كده مدرسه مثلا خاصه بالذكاء الاصطناعي، ما ينفعش ان انت تكون جايب مجموع قليل في الرياضيات مثلا وتخش ذكاء اصطناعي، هتعمل ايه؟ ما ينفعش يعني، كل حاجة وليها الحاجة بتاعتها. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، المدارس مجاني، المدارس مجاني، يعني اكنك داخل مدرسة تبع التربية والتعليم اللي هي المدارس العادية اللي هي المدارس يعني مصاريف هينة قوي قوي قوي، فانت حضرتك بتلتحق بالمدرسة مجاني بتخش في هذا الاطار. الامر الثالث ان احنا عندنا 7 مدارس تبع مؤسسة ابدأ دلوقتي بالتعاون مع اتحاد الصناعات ووزارتي التعليم والعمل في هذا الاطار، بننشئ بنيه تعليميه جديده. يا ريت الحاجات دي كانت على ايامي انا مثلا، والله كنت هرولت. حلوه هرولت دي، هرولت لي لواحده من المدارس دي على حسب الحاجات اللي عندك يعني في هذا الاطار.